هذه المسائية من الميادين نقدمها من العاصمة السورية دمشق ونناقش فيها. السنوار يحدد رؤية حماس وشروطها لتهدئة طويلة أو قصيرة مع الاحتلال، فهل هي رسالة للمجتمع الدولي؟ بعد إنجازات سيف القدس خيارات سياسية واستراتيجية للمقاومة الفلسطينية فرضها الانتصار، فما هي قراءة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية للمرحلة المقبلة؟ ومع الإعلان عن تنسيق عملي وجدي للمقاومة الفلسطينية مع حزب الله وحرس الثورة، أي مصير للاحتلال في الحرب الشاملة؟ مرحبا بكم في جردة الحساب العسكري والسياسي مع الاحتلال. تحدثت حركة حماس عن الحرب الأخيرة وفيها صبر وصمود وتضحيات وانتصار، كما تحدثت عبر رئيسها في غزة يحيى السنوار عن المكاسب السياسية لهذا الانتصار لناحية استعادة القضية الفلسطينية مكانتها المتقدمة في الاهتمامات الدولية، داعيا الاحتلال إلى قراءة كل تلك المتغيرات وعدم اللعب بالنار، بمعنى أنه إذا أراد تهدئة طويلة فإن عليه عدم المس بالفلسطينيين والقدس والأقصى، داعيا السلطة الفلسطينية للاستثمار في السياسة بما تحقق في العسكر. وفي ذلك مؤشر لمرحلة جديدة وعادت فيها حماس أهل غزة بالاستقرار وتحسن أوضاعهم الاقتصادية. إذن ما بعد سيف القدس لن يكون كما قبله، فهل فرضت المقاومة الفلسطينية معادلات جديدة وقواعد اشتباك ثابتة؟ وما هي مقاربة باقي فصائل المقاومة الفلسطينية لما تحقق؟ وبناء عليه أي استراتيجيات جديدة ستعتمد؟ وكيف تقرأ حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التبدلات في موازين القوى في الصراع مع الاحتلال؟ لقد جرى الإعلان صراحة عن التنسيق المباشر بين قوى محور المقاومة خلال الحرب الأخيرة، والتلميح لغرفة عمليات مشتركة كانت مرتبطة بإدارة المواجهة، بالتوازي مع نقاش استجد في إسرائيل يقول إنه إذا كانت للمعركة مع غزة هذه الكلفة، فما سيكون ثمن المواجهة مع حزب الله؟ وماذا لو قرر محور المقاومة فتح جبهاته كلها في حرب شاملة عنوانها طرد المحتل؟ إذن هذه عناوين ومحاور المسائية نفصلها وناقشها مع ضيفينا. معنا هنا في استوديو الميادين في دمشق نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد، ومنضما إلينا من قطاع غزة المحاصر عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي سيد نافذ عزام. مرحبا بضيفينا، شكرا لانضمامكما إلينا في المسائية. اسمح لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها نبدأ بهذا التقرير. انتهت معركة سيف القدس بنصر للمقاومة الفلسطينية وبتهدئة في الوقت الراهن، لكن حركة حماس تريد إنجازا سياسيا للقضية مقابل تأجيل الحرب للاحتلال والحفاظ على استقرار المنطقة. دوليا المطلوب هو هدنة لطالما كانت مطروحة على طاولة الحركة، ما يعكس مشروعا سياسيا ذا أهداف وآفاق مستقبلية. محمد بو عبد الله. هدنة طويلة الأمد نسبيا في بضع سنين تعود حماس لتطرحها مجددا. شرط الحركة أن ينكفئ الاحتلال ويخضع للقوانين الدولية والقرارات الأممية، وفي حدها الأدنى أن تقام دولة فلسطين على حدود عام 67. لا مشكلة في ذلك يؤكد رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، والمسألة هي الآن على عاتق المجتمع الدولي إن كان يهمه استقرار المنطقة. إذا صار في إمكانية إنه العالم يضغط على الاحتلال للانسحاب من الضفة الغربية ولتفكيك المستوطنات في الضفة الغربية وللانسحاب من القدس الشرقية ولإطلاق سراح الأسرى ولكسر الحصار عن قطاع غزة وللسماح لنا بإجراء انتخاباتنا في القدس ولإقامة دولتنا الفلسطينية على جزء من أرض، ما بالتأكيد هذا في إمكانية تتحقق من خلاله هدنة طويلة الأمد نسبيا تؤجل الصراع وتحقق حالة من الاستقرار في المنطقة. لا مجال للفصل بين السياسي والعسكري، ترى أوساط مقربة من السنوار، فالرجل قائد سياسي ويجب استثمار أي عمل عسكري سياسيا. يتعلق الأمر هاهنا بمعركة سيف القدس ومخرجاتها، فبنفسه تحدث السنوار عن ترجمتها إلى إنجاز سياسي، ولا مشكلة لديه إن كان استثماره بيد السلطة أو جهة فلسطينية أخرى. الأهم بالنسبة للسنوار وتؤكده الأوساط المقربة
هو الإنجاز السياسي ذاته. هل قلت الإنجاز السياسي هذا بدون مش يقولوا أنه حماس والمقاومة اللي عملته؟ إحنا مش مشكلة، مش إحنا اللي عملنا، خلاص أي حد عمله تاني بس يعمل الإنجاز عشان يهدوا المنطقة، وش عم نعرف الحقيقة. يدرك السنوار أنه ليس أمرا يسيرا، لكنه لم يخفي أمله في تحققه، وإن كان قد تساءل عن جدية قادة العالم في الضغط على الاحتلال. تندرج الهدنة ضمن مشروع سياسي لحماس بالاعتراف للاحتلال على بقية فلسطين التاريخية، فطرحها للهدنة بشكلها المعلن يستجيب للحد الأدنى المشترك من التوافقات الوطنية بحسب الأوساط المقربة من السنوار. يتعلق الأمر كذلك بأن ما سلف من معارك والتقدير لتلك الأوساط هي معارك تكتيكية هدفها مراكمة التجربة القتالية في انتظار معركة تحقق هزيمة استراتيجية للاحتلال. وإذ تطرح الهدنة وفق هذا المنظور، فإنها تشير إلى ثنائية الاستقرار مقابل الحرب الإقليمية، ويدور الحديث بالتالي عن التأجيل للمعركة إن أراد المجتمع الدولي. نجدد الترحيب بضيفينا، وستكون البداية لطفا من هنا من الاستوديو في دمشق، وإياك سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد، ما يكشف تباعا ما استمعنا إليه من السنوار ومن الفصائل المقاومة الفلسطينية كأفضالكم تباعا، كشف لمفاصل الإخفاق والفشل الإسرائيلي، والكشف عن القدرة العسكرية التي وصلت إليها المقاومة الفلسطينية في مواجهة سيف القدس. هل لنا أن نتحدث الآن عن أي معادلات وصلت بالمواجهة مع إسرائيل بعد تلك المعركة؟ أولا شكرا لمحطة الميادين، وأيضا أريد أن أتوجه بالتحية لشعبنا الفلسطيني والعربي في كل أماكن تواجده، ولكل من دعم وأيد الشعب الفلسطيني في هذه المعركة. وأيضا لابد من الترحم على أرواح الشهداء والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. ما حصل يعني حدث كبير وكبير جدا وتاريخي، وكل من واكب هذه المعركة يستطيع أن يحكم أن ما جرى هو أمر نوعي لم يسبق أن حصل مثله بهذا المستوى وبهذه النوعية. نحن أمام انتصار، نعم انتصار حقيقي بغض النظر عن آراء الكثير من الأطراف المختلفة وخاصة المعادية. نحن أمام إنجاز عسكري ميداني رائع بكل المعاني، وترك أثره على المستويات المختلفة سواء الفلسطينية أو العربية أو الدولية، وأنتم أكثر من يبرز يعني هذه الإنجازات. لذلك أنا أقول أننا الآن أمام مرحلة نوعية تتطلب منا جهدا استثنائيا على مختلف الصعد، وخاصة أنه عندما نتعمق بالتحليل بما جرى والإجراءات الميدانية التي جرت من قبل المقاومة وكتائب المقاومة، هذا الأمر المترابط تماما مع الجهود الأخرى من أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة 48-67، وبشكل بارز الحقيقة من ميدان غزة. غزة وكتائب المقاومة في غزة نفذت إرادة الشعب الفلسطيني. هذه لكن ما هي المعادلة التي رسخت ما بعد سيف القدس لجهة ردع أيضا إسرائيل، طالما نربط الجغرافيا بكل جغرافيا فلسطين في هذه المواجهة؟ وحقيقة الأمر أن هذا نموذج، يعني ما جرى هو نموذج وليس هذا كل شيء. ما جرى من قبل كتائب المقاومة والمقاومة هو نموذج، لو تمدد إلى محور المقاومة لشفنا نتائج يعني تقريبا تترك أثرها على وجود هذا الكيان. فهلأ نحن يعني فينا نتصور لو فتحت النيران من الجبهات الأخرى، يعني لو حصل أنه من غزة يعني باليوم الواحد 2000 صاروخ، ومن حزب الله 5000 صاروخ، ومن اليمن 2000 صاروخ، ومن المقاومة العراقية 2000 صاروخ، وإذا تدخلت إيران بطائراتها وصواريخها النوعية ثم سوريا إلى آخره، نحن أمام يعني أمر ممكن أن ينجز
ما تطلع له شعبنا وأمتنا منذ سنوات طويلة بأن هذا الكيان لا وجود له في منطقتنا وفي وطننا. وسنوسع بهذه النقطة، لكننا أيضا نحاول في يعني هذه المحطة من النقاش يعني أن نرى بين يعني المقاومة الفلسطينية مباشرة كجبهة باتجاه إسرائيل. سأعود إليك ربما سيادة اللواء إلى هذه النقطة، لكن بالانتقال إليك سيد نافذ عزام، نحن نتحدث الآن عن معادلات بالفعل وقواعد اشتباكات ثابتة بين ما قاله بالأمس يحيى السنوار بأنه الشروط واضحة إذا أرادت إسرائيل هدنة طويلة الأمد أو قصيرة الأمد، وضعت نقاط بعينها. كيف يمكن أن نقول بأننا أمام قواعد مفاعيلها ثابتة عملية طلاقا مما تقولون في حركة الجهاد، وأنتم يعني كنتم في هذه المواجهة بشكل مباشر وقوي سيف القدس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه بالتحية طبعا لكل أهلنا وإخواننا وأشقائنا في الدول العربية والإسلامية، وإلى كل الأحرار في العالم الذين وقفوا وساندوا الشعب الفلسطيني في الأيام العصيبة في أيام الحرب الماضية. وبالتأكيد الشعب الفلسطيني يمثل روح الحقيقة ويمثل روح القيم التي يسعى إليها كل ثوار وأحرار العالم. تحية أيضا للرفيق المناضل أبو أحمد فؤاد، ونحن جميعا في خندق واحد، وغزة لا تقاتل عن نفسها أو عن جغرافيتها الصغيرة. غزة تمثل أيضا ضمير العالم وليس ضمير الشعب الفلسطيني وضمير الأمة فقط. غزة تمثل هذا الضمير وتمثل الرغبة في رفض الخضوع لإرادة الاحتلال وإرادة المستعمرين والغزاة. من الواضح تماما أن الشعب الفلسطيني بأسره كرس هذه المعادلة على مدى سنوات طويلة. يجب أن نقر ونعترف بأن هناك خللا واضحا في موازين القوى، وبأن ما يملكه الشعب الفلسطيني لا يوازي أبدا ما تملكه ترسانة القتل والعنف الإسرائيلية، لكن الفلسطينيون يملكون الرغبة في أن يكونوا أحرارا، ويملكون الإرادة في أن يدافعوا عن كرامتهم وعن مقدساتهم وعن حقوقهم. وبالتالي بالإمكانات القليلة الموجودة بين أيديهم هناك بركة من الله سبحانه وتعالى، وهناك فاعلية لهذه الإمكانات القليلة في ردع آلة العنف الإسرائيلية وفي خلق هذه المعادلة الجديدة التي رآها العالم بأسره. من الواضح تماما أن الواقع الذي فرضته غزة وفرضه الشعب الفلسطيني لا يمكن تجاوزه من أي قوة غاشمة، قوة احتلال أو قوة استعمار أو الذين يدعمون الاحتلال ويدعمون الغزاة. وبالتالي الشعب الفلسطيني يرفع رأسه بشموخ الآن، الشعب الفلسطيني يرفع رأسه بشموخ الآن وهو يقف يدافع عن حقه. طيب سيد عزام، ما هي تلك المعادلات اليوم توضع القدس يعني مقابل يعني أي عودة من جديد للعمل مباشرة باتجاه إسرائيل؟ كلام السنوار وما شاهدناه في عملية سيف القدس في وحدة بالموقف السياسي وأيضا العسكري بالنسبة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، وهذا أسألك هو محل درس. إذا أرادت إسرائيل هدنة طويلة الأمد أو قصيرة ممنوع المس بالفلسطينيين، ذلك ينسحب في الضفة وينسحب أيضا في يعني أراضينا المحتلة عام 48 إضافة إلى القدس. كيف يمكن فعلا رؤية تكريس معادلة ثابتة تحت هذا العنوان؟ وهل توجه الرسائل أو هذه المعادلات باتجاه فقط إسرائيل أم هي رسالة إلى المجتمع الدولي؟ أطراف عديدة تدخلت في أيام الحرب الأخيرة من أجل وقف إطلاق النار. هذه الأطراف يجب أن تواصل الضغط على إسرائيل. إسرائيل هي الطرف المعتدي، إسرائيل هي التي
تعبث بالمقدسات، وهذا أمر لا يجوز أن يحصل على الإطلاق. إسرائيل هي التي تقتحم، والعالم كله رأى هذا، هي التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى. إسرائيل هي التي تسعى لتهجير الفلسطينيين من سكان حي الشيخ جراح. وبالتالي المسألة واضحة، الأطراف والدول التي عملت بقوة، نعم عملت بقوة من أجل وقف إطلاق النار في الفترة الماضية، يجب أن تواصل الضغط على إسرائيل. إسرائيل هي التي تتسبب في هذه الفوضى في المنطقة، إسرائيل هي التي تتسبب في العنف، إسرائيل هي التي تؤجج هذا الصراع. وبالتالي يجب أن تتوجه كل الضغوط نحو إسرائيل، والمسألة واضحة، لا يجب أن يتوقف العبث بالمقدسات، يجب أن يتوقف الاعتداء على المسجد الأقصى، يجب أن تكف إسرائيل عن محاولتها الهادفة إلى طمس الملامح العربية والإسلامية في مدينة القدس. نعم، سلامتك سيد عزام. اسمح لي هنا أنتقل لسيادة اللواء، هل نحن أمام مرحلة تأجيل مواجهة أو تأجيل صراع؟ وما هي يعني الأسس التي تبنون عليها انطلاقا مما يطرح بأنه عدم المس بالفلسطينيين ذلك قد يؤجل مواجهة أو صراع أو محطة معركة مقبلة؟ يعني أولا تحياتي لك أخي العزيز ولحركة الجهاد التي نثمن دورها ونقدرها عاليا. حقيقة الأمر أننا نحن أمام كما قلت يعني نقلة نوعية في الصراع مع العدو، وبالتالي يجب أن نحدد ماذا نريد الحقيقة بعد هذا الإنجاز الذي نعتبره نحن في الجبهة الشعبية أنه انتصار، وانتصار نوعي. هذا يعني أن الكيان يجب أن يحسب حساب أن هذه المقاومة ممكن أن تجعله يدفع الثمن بأي وقت، وتشكل عامل رادع لجرائم التي يرتكبها باستمرار ضد أبناء أمتنا بشكل عام، وبشكل خاص ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نقول أن أي إجراءات مستقبلية يجب أن تبقي الإصبع على الزناد، لأنه لا يمكن الحقيقة أن نعتمد على الإجراءات التي يمكن أن تجري من هذه الجهة أو تلك، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحركت الآن وبهجمة مباشرة بمواقف سياسية معلنة من قبل الرئيس بايدن إلى آخره. الهدف من هذه الهجمة هو فعلا الوصول إلى ما يمكن أن يحقق الأهداف الإسرائيلية وليس الأهداف الفلسطينية. لذلك يعني كل ما تلقيه الولايات المتحدة سواء على لسان وزير الخارجية أو بايدن نفسه نحن لا نراهن عليها على الإطلاق، لأنه الثوابت لدى الإدارة الأمريكية هي دعم وتأييد الكيان الصهيوني في كل الحالات وفي كل الظروف، وخاصة عندما أكدت هذه الإدارة أكثر من مرة أن إسرائيل تدافع عن نفسها وكأن الشعب الفلسطيني هو المعتدي. لذلك أنا أقول أن هذه المرحلة تتطلب وقفة من قبلنا كفلسطينيين ومن قبلنا كمحور مقاومة، لأنه حتى محور المقاومة معني بكل ما جرى. صحيح. ونحن نعرف أنه لكن حتى موقف فلسطيني واحد، لديكم قرار واحد في الرؤية إن كان للعودة للخيار العسكري وطريقة إدارة المرحلة الآن لتثبيت هذه المعادلة التي نتحدث عنها، عدم المس بالفلسطينيين في كل جغرافيا فلسطين، وإلا وإن عدتم عدنا. نعم، قرار واحد. الإنجازات الملموسة الآن أيضا هو وحدة الشعب الفلسطيني حول قرار المقاومة، وهذا موضوع لأول مرة يحصل بهذا المستوى، بمعنى أن هناك إجماع مؤيد وداعم للمقاومة بالطريقة التي تمت بها، وليس فقط المقاومة الشعبية كما يتروج. لكن في غرفة العمليات القرار واحد الآن، في غرفة عمليات، وكل ما جرى الحقيقة نستطيع أن نقول أنه إنجاز لكل فصائل المقاومة مجتمعة، وخاصة فيما يتعلق بغرفة العمليات والعمل على تطويرها باستمرار، وأيضا الإمكانيات التسليحية التي توفرت استخدمت بكفاءة عالية، وأيضا يعني جعلت هذا الكيان يأخذ إجراءات لم يأخذها سابقا طوال فترة الصراع، يعني حتى بالحروب الكبرى لم يأخذ هذه الإجراءات التي اتخذها من جراء ما تقوم به يعني فصائل المقاومة وكتائب المقاومة. هذا الموقف
الموحد لكل الشعب الفلسطيني، ل 14 مليون فلسطيني وليس الضفة لوحدها أو غزة لوحدها أو إلى آخره، علينا أن نبني عليه، نبني عليه كمنظمة التحرير، نبني عليه كفصائل المقاومة، نبني عليه باتجاه تصليب الوضع الداخلي، وفي نفس الوقت نقول هذه جولة من جولات قادمة. لا نعتبر أن الآن أننا نريد هدنة طويلة الأمد أو ما شبه ذلك، لا، نحن رأينا أن ما حصل هو وقف إطلاق نار، ولكن يبدو أنه بالضرورة أن نستعد لمواجهة، لأن ما يجري الآن على صعيد الترجمات العملية للكيان الصهيوني سواء كان ذلك في سلوان أو بالشيخ جراح أو في مناطق أخرى للاستيطان أو في 48 يدلل أن هذا الكيان مستمر بجرائمه. لكن ما طرحه سلوان متفقون عليه يعني حتى الآن مرحليا، يعني يبدو الأمر مرحليا حتى فيما مرحل بعد يعني سيف القدس، إن كان لما قدم على أنه شروط للتهدئة الآن نحن في اتفاق عليه؟ نحن بالنسبة لنا لا نستخدم الحقيقة، لا نبالغ ولا يعني نزايد على أحد، نحن لا نستخدم مع هذا العدو مع هذا الكيان لا تعبير تهدئة ولا هدنة، نحن نقول أن الآن هناك وقف إطلاق نار، إذا تحققت الأهداف التي يعني انطلقت هذه الانتفاضة وهذه المقاومة من أجلها، أعني أولا يجب أن يتم فك الحصار عن غزة، هذه جريمة تاريخية ترتكب من قبل الكيان الصهيوني ومن يدعمه في حق هذا الشعب العظيم في غزة. نحن أيضا لا نجزئ بين شعبنا غزة والضفة و48 والشتات، لا نجزئ، ولكن في وضع معين يعيش هذا الشعب العظيم في غزة. أولا يجب أن يلغى هذا الحصار القائم، وفي نفس الوقت تطبيق ما جرى الحديث عنه سابقا عربيا ودوليا فيما يتعلق بالشيخ جراح، فيما يتعلق بسلوان، لأنه الآن سلوان هي بوابة يعني الحقيقة للمسجد الأقصى والبلدة القديمة، وبالتالي هناك محاولات تهجير أيضا من كل يعني محيط القدس. بهذه الحالة نقول أيضا هناك مسائل لها علاقة بالمعتقلين، آلاف المعتقلين ب48 ومئات المعتقلين أيضا في الضفة من قبل العدو الصهيوني. هذه كلها الحقيقة بدها برمجة من قبل قيادة المقاومة الفلسطينية بالتنسيق أيضا مع السلطة والدوائر المعنية في منظمة التحرير الفلسطيني. كل الأحوال هذا على ما يبدو مطروح، في حركة حيوية على مستوى إقليمي وعربي وحتى دولي، والمحطة هي القاهرة، سأسألك عنها، وأيضا سيد نفذ عزام، ونوسع أيضا في المآلات بالنظر إلى أنه جبهة غزة مقابل إسرائيل وضعتها في هذه الخانة، ماذا لو شاهدنا مواجهة مع محور كامل؟ ولكن سنقف مع فاصل. مشاهدينا وضيفينا تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد في المسائية من الميادين والتي نقدمها من دمشق، على خلفية مجريات العدوان الإسرائيلي وتبعاته ضد قطاع غزة المحاصر. وبعد وقف إطلاق النار عادت الجبهة الشمالية إلى واجهة الاهتمام في إسرائيل، في ظل حديث مراقبين عن أن حزب الله استخلص العبرة مما جرى في غزة ودرس نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي ومنظوماته الاعتراضية جيدا استعدادا للمواجهة المقبلة. منال إسماعيل. انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بوقف إطلاق نار غير مشروط والتشكيك في رواية المستويين السياسي والعسكري فيما خص نتائج العدوان أعاد إلى واجهة الاهتمام في إسرائيل الحديث عن الجبهة الشمالية وما تحمله من مخاطر وتحديات وتهديدات في أي مواجهة مستقبلية على إسرائيل. الخبراء الإسرائيليون الذين انصرفوا على نحو علني بموازاة انصراف المسؤولين الإسرائيليين في الغرف المغلقة إلى قراءة العبر التي خرجت بها إسرائيل من هذه المعركة، توصلوا إلى أن ما خبرته إسرائيل خلال هذه المواجهة مع غزة يمثل طرف جبل الجليد مما يمكن أن تختبره إن هي دخلت في مواجهة مع حزب الله. يتحدثون عن وقف إطلاق النار وعن الردع، ونحن نتحدث عن حزب الله وعن 150 ألف صاروخ بعيدة المدى ودقيقة وثقيلة، وعن أسئلة عديدة تطرح بشأن الردع والقبة الحديدية والصواريخ الاعتراضية والعائق في الشمال.
خلال 15 عاما من الهدوء في الشمال بعد حرب لبنان الثانية، حزب الله والإيرانيون راكموا ترسانة أسلحة هائلة. وبالمناسبة الحرب وإطلاق الصواريخ على تل أبيب يعادلان صفرا الآن مما سنراه في الحرب المقبلة، وهذه هي العبرة هنا. في المقابل أشار معلقون إلى أن محور المقاومة عموما وحزب الله خصوصا كان بدوره يراقب ما يجري ويدرس جيدا نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي، وأنه استخلص العبر على مستويين هجومي ودفاعي استعدادا للمواجهة المقبلة. حزب الله وإيران نظرا إلى هذه المعركة واستخلصا العبر وسيكونان أفضل في المعركة المقبلة. لقد شاهدا ماذا فعلنا، ويجب ألا نفاجأ إذا انتقلنا إلى المعركة المقبلة ونقول كيف تحسنا كثيرا. وبالاستناد إلى العبر المستخلصة تبدو المواجهة مع حزب الله وفق الرؤية الإسرائيلية قاتمة برأي مراقبين. عبر أثبتت أنه يجب الاستعداد للسيناريو الأخطر في الشمال، ولا سيما في ضوء القدرات الهائلة التي يمتلكها حزب الله كما ونوعا. بجد ترحيب بضيفينا سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد معنا هنا في دمشق، والسيد عزام نافذ عزام معنا من قطاع غزة المحاصر. مرحبا بكما سيد نافذ عزام. في نقطة قبل أن نوسع في إطار المواجهة، إذا ما تعدت قطاع غزة مقابل يعني الاحتلال الإسرائيلي على مستوى محور المقاومة، في نقطة فيما يطرح الآن تحت عنوان تأجيل صراع هدنة تهدئة أيا كانت التسمية، فيما طرحه السيد السنوار، لا هدنة طويلة الأمد من دون انسحاب الاحتلال من الضفة وشرقي القدس، وأيضا عدم المس بالفلسطينيين ووقف هذه الاعتداءات. هذا المفهوم متفق عليه الآن، وبالتالي ما الذي يطرح في القاهرة على ما ينقل من حركة مبعوثين ووسطاء، ويحضر وزير الخارجية الأمريكي بشكل واضح في الصورة، ما الذي يطرح؟ نحن لا نعرف ما الذي يطرح، لم توجه لنا الدعوة حتى هذه اللحظة لزيارة القاهرة، لكن الاتصالات بيننا وبين الإخوة المصريين مستمرة ولا تنقطع ولا تتوقف، وهناك جهد مصري مشكور في هذا الإطار، إضافة إلى كل الجهود التي بذلت في الفترة الماضية والتي كانت تحرص على وقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني. نحن لا نريد أن نستبق الأمور، ولا نعرف ما الذي يطرح بالضبط في هذه المرحلة، لكن الأهم هو لجم العدوان الإسرائيلي الذي أجج الأوضاع والذي قاد إلى أو تسبب في المواجهة الأخيرة هو إسرائيل وسياسة إسرائيل واستمرارها في التنكيل بالشعب الفلسطيني والاعتداء على مقدساته. هذا هو الذي تسبب في المواجهة، وبالتالي كل الجهود يجب أن توجه للجم إسرائيل. من جانب آخر أيضا يجب علينا كفلسطينيين أن نستفيد من هذه الأجواء، وكان واضح، كان من الواضح تماما أن هناك اجتماعا وأن هناك تضامنا وأن هناك اتفاقا بين الفلسطينيين جميعا إضافة لكل مناصرهم. يجب أن نستفيد من هذه الأجواء في تعزيز الموقف الفلسطيني الداخلي، يجب أن ننسق مواقفنا بحيث نتفق على برنامج مشترك نواجه به هذه التحديات. لكن انطلاقا من المعطيات الآن، يعني في اتفاق على الرؤية المقبلة في تأجيل لهذه المواجهة ورفض لما يقدم حتى تحت عنوان هدنة مقابل إعادة الإعمار؟ لا نريد أن نستبق الأمور وننتظر ما الذي يدور الآن، وسنشارك في الحوارات والاتصالات إن شاء الله. طيب اسمح لي هنا انتقل لسياده اللواء ابو احمد فؤاد. فيما طرح بالامس من السيد يحيى السنوار تحدث عن عمليه تنسيق ساعه بساعه لحظه بلحظه على مستوى يعني محور المقاومه، تحدث عن حزب الله مباشره، ايضا عن حرس الثوره، وقال ذلك ينسحب بانه رشقات الصاروخيه التي خرجت من لبنان او تلك الطائره المسيره في الجولان المحتل كان بالتنسيق. وأيضا السيد حسن نصر الله في خطابه بذكرى الانتصار والتحرير في عام 2000 ذكر أيضا ذات السياق.
أي نوع من التنسيق كان يتم؟ وما الذي يعني هذا التنسيق؟ أولاً للتحية للأخ السنوار ولسماحة السيد، ونتمنى له الشفاء العاجل. الأمر الآخر أن هناك اتصالات تجري من قبل يعني الجهة المصرية المعنية بموضوع الاتصالات مع الفصائل، وبشكل رئيسي يتصلوا مع الجميع بدون استثناء، ولكن الآن التركيز هو على حماس وحركة فتح لكي يعني يتواصلوا خلال الفترة القصيرة القادمة. نحن نحبذ الحقيقة أي تواصل ما بين يعني الفصيلين، ولكننا نفضل دائما أن يكون هناك حوارات جماعية بحضور الجميع، وندعو بشكل واضح وصريح الحقيقة أن يتم عقد اجتماع للأمناء العامين لنبحث كل القضايا، نبحث الحقيقة يعني مجريات الأمور التي تمت وما هو المطلوب وكيف سنتصرف بالفترة القادمة، بحيث يصدر عنا موقف موحد، برنامج موحد، خطة عمل موحدة، ليس فقط على صعيد الميدان بل أيضا على الصعيد السياسي. إلى أين ذاهب الأمور؟ إذا الآن في هذا الظرف ونحن في مرحلة انتصار يجري الحديث عن الرباعية واجتماعات الرباعية إلى آخره، هذا أمر مؤسف جدا، لأن الرباعية هي الغرب، يعني هناك فقط جهة واحدة تؤيدنا وتدعمنا وهي الاتحاد الروسي، لكن ما عدا ذلك هو الغرب بالإدارة الأمريكية. الرباعية لن تقدم لنا شيء على الإطلاق، ولا حتى لا نراهن على ما يقدم وزير الخارجية الأمريكي، لأنه أيضا هذه تخلق ثغرة في وضعنا الداخلي. نحن نريد أن نتوحد الحقيقة ضد هذا الكيان وما يدعم هذا الكيان، وبشكل أساسي يعني الإدارة الأمريكية التي تحاول الحقيقة أن تبتز الطرف الفلسطيني لمصلحة الكيان الصهيوني، وهي فعلا لولا فعالية المقاومة لما أقدمت هذه الإدارة على الضغط على الكيان الصهيوني ليوقف إطلاق النار. على كل حال أنا أعتقد أن الفرصة مواتية لنتخذ مواقف حاسمة كفلسطينيين بالإجماع وبالاتفاق. سلطة غزة، حماس، جبهة شعبية، جهاد إلى آخره، هذا ليس هو المقياس الفئوي. نحن نريد فعلا أن نبحث كل المسائل على قاعدة أننا الآن منتصرين. لماذا نتمسك باتفاقات أوسلو؟ لماذا لا نعلن الآن إلغاء اتفاقات أوسلو، إلغاء التنسيق الأمني، إلغاء الاعتراف بهذا الكيان؟ نحن الآن في حالة نصر نستطيع أن نتحدث بوضوح وصراحة مع كل الآخرين بدعم عربي ودعم دولي الحقيقة على الصعيد الشعبي لمسنا كلنا. جريمة أوسلو يجب أن تنتهي، ويجب أن نذهب باتجاه ترتيب البيت الداخلي على أساس سياسي اتفقنا عليه باجتماعات الأمناء العامين، سواء بيروت، رام الله، مصر، إلى آخره إلى آخره. لذلك أنا أقول الوقت الحقيقة يعني قصير، يجب أن نستفيد من هذا الانتصار ونرتب أمورنا الداخلية، وكما قلت على أساس برنامج سياسي نجمع عليه جميعا، وحتى لا يعني يحصل تصريحات من هذا الطرف أو ذاك تفرض نفسها في الميدان. نريد الحقيقة أن نقدم شيء باسم منظمة التحرير، باسم فصائل المقاومة مجتمعة، بمعنى أننا هذا الانتصار يجب أن ينجز انتصار سياسي أيضا. وأكد مرة أخرى أن الإخوة المصريين نعم يوميا يتصلوا بنا ويتصلوا بالفصائل الأخرى، ولكن يركزوا على ضرورة وجود اتصال يعني فوري وسريع بين حركتي حماس وفتح، ونحن نحبذ ذلك، ولكن نريد في نفس الوقت أن يكون هناك جهد جماعي من قبل الجميع بدون استثناء، وخاصة أن كل الشعب الفلسطيني كان في الميدان، وكل فصائل المقاومة يعني استخدمت إمكانياتها ضد هذا العدو. إذن هذا انتصار للجميع، انتصار للشعب الفلسطيني، لكل فصائل المقاومة، وبالتالي يجب أن يترجم أيضا في الميدان السياسي. ونحن وكأن البعض يطلق عليها أيضا حرب سياسية ما بعد المواجهة هذه في سيف القدس، مع حضور أطراف إقليمية ودولية، الولايات المتحدة الأمريكية أساسا. إذا لديك أي تعليق بطبيعة الحال سيد نافذ عزام، وأسألك أيضا عما يتم كشف عنه عن عملية التنسيق على مستوى محور المقاومة، المقاومة في فلسطين، في لبنان، ويعني اتصالا مع إيران، هذا التنسيق على ماذا كان يركز عمليا في يعني أثناء المعركة والمواجهة سيف القدس، وما يكشف عنه الآن
يعني مدروس بطبيعة الحال بأنه كان في تنسيق، ما الذي يراد أن يقال من خلال هذا الكشف؟ نحن نود التأكيد من جديد على ذات الكلام الذي قلناه قبل قليل، ونفس الكلام الذي أكد عليه الرفيق أبو أحمد فؤاد، ضرورة أن نسعى لتقوية جبهتنا الداخلية. هناك ملفات عالقة منذ سنوات، يجب أن تطرح هذه الملفات وأن تحسم، أن يحسم النقاش حولها باتجاه توافق يحمي هذا الشعب ويحمي حقوق هذا الشعب. التجربة التي خاضتها غزة وخاضها الفلسطينيون سواء في المواجهة الأخيرة أو في كل المواجهات السابقة تؤكد ضرورة توافق الفلسطينيين حول برنامج يحمي حقوقهم. من المؤكد أن مسيرة التسوية على مدى سنوات طويلة قد فشلت في الوصول إلى أي نتائج حقيقية، وبالتالي يجب أن تتركز المساعي وبالذات بعد الأجواء الإيجابية الكبيرة التي خلقتها أحداث العدوان الأخير، يجب أن نستفيد منها في تعزيز الجبهة الداخلية والوصول بالحوار إلى النتائج المنطقية التي يطمح إليها شعبنا. بالتأكيد هناك قوى عديدة في المنطقة تدعم الفلسطينيين وتساعدهم، وهذا بالتأكيد سينعكس إيجابا على مواجهتنا مع أعدائنا. لكن عملية الإفراج ربما عن بعض المعلومات لهذا التنسيق، ما الذي يراد يعني أن يرسل مباشرة للاحتلال الإسرائيلي وربما أوسع من ذلك؟ أن تتحرك الأمة كلها، لا يجوز أن نتحدث عن طرفين أو ثلاثة يدعمان الفلسطينيين ويدعمان مقاومة الشعب الفلسطيني المشروع العادلة. يجب أن تنهض الأمة بكافة تياراتها وكافة مكوناتها، هذا هو الواجب وهذا هو الأصل وهذا هو الذي يأمله الفلسطينيون. هذه ليست معركة الفلسطينيين وحدهم، القدس لا تعني الفلسطينيين وحدهم، القدس هي جوهر حياة العرب والمسلمين وهي جوهر تاريخ العرب والمسلمين، وبالتالي يجب أن تتحرك الأمة بكافة تياراتها وكافة مكوناتها لدعم الشعب الفلسطيني والاتفاق على برنامج نواجه به الأخطار التي تهدد فلسطين وتهدد القدس. نحن نتحدث أيضا ربما عن الرسائل على مستوى القدرة العسكرية إذا توحدت الساحات بهذا الإطار، بالنظر إلى أنه غزة بما تشكله غزة وخصوصية غزة وحصار غزة وضعت إسرائيل في ضرب كامل لعقيدة حتى كوخافي الذي يقدمها على أنه عن جيش يعني فتاك قوي سريع وما إلى ذلك، وإذا ما بالفعل توسع الأمر. قبل يعني أن نناقش هذه النقطة سنعرض أيضا لهذه المادة تصريحات قادة محور المقاومة تؤكد أن سيف القدس أرسى معادلات جديدة وموارد في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله الأخير يندرج في هذا الإطار، فهو قال القدس مقابل حرب إقليمية تكون نتيجتها النهائية زوال إسرائيل. حسين السيد، أهلا بكم. ليس جديدا أن يطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عددا من المواقف التي يتم الوقوف عندها مطولا، لكن خطابه الأخير في ذكرى تحرير جنوب لبنان كانت له نكهته الخاصة. ففي ضوء المتغيرات التاريخية على امتداد فلسطين والمنطقة وما رافقها من تضامن محلي وعالمي واسع مع القضية الفلسطينية، أطلق السيد نصر الله عددا من المواقف النارية وأطال الحديث عن معركة سيف القدس، متوقفا عندما أظهرته المقاومة الفلسطينية من قدرات مقابل تهيب إسرائيلي من دخول حرب برية، والذي عده السيد نصر الله فشلا استراتيجيا. لكن الاستثنائية والتاريخية والنوعي بحسب الأمين العام لحزب الله هو قرار المقاومة في غزة دخول المعركة الأخيرة لتحمي القدس وأهلها ومقدساتها وليس لحماية غزة. هذه المعادلة الجديدة أضاف إليها نصر الله معادلة مفادها أن القدس مقابل حرب إقليمية بحيث تكون نتيجتها النهائية زوال إسرائيل. السيد نصر الله حذر الإسرائيليين من الخطأ في تقدير الوضع مع المقاومة في لبنان، خصوصا وأنها وفق ما يؤكد نصر الله في أفضل حالاتها
عتادا وعدة وجهوزية وخبرة. انطلاقا من هذه المعطيات اعود اليك سياده اللواء، في خطاب السيد حسن نصر الله تحدث باسهاب شارحا بالفعل نتائج العمليه للمقاومه الفلسطينيه في مواجهتها في انتصارها في سيف القدس، وايضا صوب على عقيده كوخافي التي كان يتم الحديث عنها لسنتين والتي توضع لمواجهه المقاومه الفلسطينيه وقطاع غزه، وبالتالي قطاع في هذه المواجهه ضرب تلك العقيده، لا جيش يعني لا ناجح ولا فتاك ولا قوي. انطلاقا من هنا نحن أمام أي معادلات؟ أين إسرائيل الآن إذا ما بالفعل فعلت عملية يعني تلاحم الساحات في مواجهة انطلاقا مما وضعه السيد نصر الله؟ نحن يجب أن نصل إلى مرحلة معادلة القدس مقابل حرب إقليمية. نعم، هذا كلام صحيح ونحن ندعم ونؤيده، وفي نفس الوقت أقول أن التجربة دللت أن هذه الإمكانيات المحدودة في ظل الحصار من قبل أهلنا في غزة وكتائب المقاومة أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، بمعنى اهتزاز هذا الكيان، وكل وسائل الردع التي كان يعتمد عليها لم تلبي الغرض، خاصة فيما يتعلق بالقبة الحديدية وما شبه ذلك، لأن بعض المعلومات تقول أن هناك ما نسبة 50% من الصواريخ قد سقطت على رؤوسهم وعلى المدن المحتلة من قبل العدو الصهيوني. وأيضا هناك إمكانية كبيرة الحقيقة أن نتوقع أن هناك في مستودعات كتائب المقاومة نوعيات من الأسلحة متطورة أفضل بكثير من التي أطلقت، وكان هذا عبر تخطيط أنه بشكل يعني تدريجي تستخدم الأسلحة المتوفرة. ولكن كما تفضلتي وكما تفضل سماحة السيد أنه لو فتحت الجبهات الأخرى ولم تفتح بتنسيق، لأنه متفقين أنه الآن ما وصلت الأمور لحد أن تفتح يعني حرب من كل جبهات يعني المقاومة، لاختلف الوضع إلى حد كبير جدا. وهذا اليوم قادم، بكرة بعد بكرة اللي بعده، بس هذا اليوم قادم وربما غير متأخر، لأن الإمكانيات التسليحية المتوفرة لدى محور المقاومة بشكل خاص يعني حزب الله وسوريا وإيران وفصائل المقاومة شيء لا يتصوره هذا العدو رغم كل المعلومات العامة المتوفرة عنده. ولكن بالتفاصيل اتفق ألا تفتح الجبهات الأخرى في هذه المرحلة، لذلك هذا التنسيق يعني دائم وقائم. ومن هنا أقول أن بإمكاننا الحقيقة أن نراهن على معركة قادمة لتكون نتائجها أفضل بكثير من نتائج يعني هذا النصر الذي تحقق. وأنا فعلا مرتاح لمستوى التنسيق ما بين كل هذه القوى سواء في الميدان أو مع القوى اللي تشكل يعني محور المقاومة وفي مقدمتها هذا البلد الصامد العظيم يعني سوريا. على ضوء ذلك أنا أقول إنه الأمر يتطلب الآن أكثر من أي وقت مضى مبادرات لنجد حلول للوضع الداخلي المتأزم لغاية الآن. وأنا قلت أي جهد يبذل من قبل أي جهة على قاعدة أن المقاومة منتصرة أهلا وسهلا، أما إذا حد بده يدفعنا الثمن فنحن لن نقبل الحقيقة بأي جهد من أي جهة كانت. نحن لا ندفع الثمن، يجب أن ندفع الثمن العدو الصهيوني الذي ارتكب كل هذه المجازر في الوقت الذي نكون نحن فيه منتصرين أن ندفع ثمن بالسياسة، هذا لا يمكن الحقيقة أن نوافق عليه، لا نحن ولا حركة الجهاد ولا حركة فتح ولا حركة حماس إلى آخره. لذلك أنا أقول المطلوب اليوم قبل الغد مبادرات أيضا من السلطة، مبادرات من الرئيس أبو مازن لدعم غزة، لتقديم إمكانيات لغزة، لتبني الشهداء، للإعمار إلى آخره. هذه المسائل الحقيقة يجب أن تصبح ملموسة لدى كل مواطن بشكل عام في فلسطين المحتلة وبشكل خاص في غزة. مطلوب مبادرات سريعة، يعني الشعب صامد ولديه معنويات عالية، ولكن فيه إمكانيات متوفرة لدى منظمة التحرير لدى السلطة يجب أن تقدمها قبل وكالة الغوث وقبل كل الدول التي تحاول أن تقول أن كل المشكلة هي مشكلة اقتصادية، لنوفر لأهل غزة والضفة وإلى آخره هذا اللي يسموه الأمن الاقتصادي، ومن ضمنها أمريكا اللي بدها تعمر بغزة. هذه هي النقطة، أن تطرح الولايات المتحدة الأمريكية، بلينكين يطرح يعني مالا ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، بعض الدول الأخرى من بينها عربية خليجية، فكرة أنه التهدئة مقابل إعداد
إعادة الإعمار أو وضع يعني قطاع غزة تحت مفهوم الأمن الاقتصادي؟ يعني هم يعتبروا أن الأمن الاقتصادي ممكن أن يخفف من إمكانيات المقاومة وفعاليتها وهذا الصمود البطولي للشعب الفلسطيني. لكن بهذه الأثناء يجب أن نقول لهذه الدول المطبعة: أين أنتم؟ ما الذي فعلتوه؟ أنتم ساهمتوا بذبح الشعب الفلسطيني بتطبيعكم مع هذا الكيان، أنتم قدمتوا له إمكانيات ليقتل الفلسطينيين من خلال الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والعسكرية إلى آخره. ونراهن الحقيقة على شعوب أمتنا العربية أن تنهض وتستنهض في وجه هذه الكيانات التي تقدم للعدو على حسابنا وعلى حساب دمنا. وهذا موضوع يجب الحقيقة أن يكون ملح بالنسبة لنا وبالنسبة لمنظمة التحرير وبالنسبة لكل الفصائل، أن تحدد موقفا من هذه الدول التي سندت العدو لذبح شعبنا وتدمير وطننا. ما رأيك بهذا سيد نافذ عزام؟ وأيضا يعني السؤال الذي يطرح: إذا كانت المواجهة مع غزة بهذه الكلفة، هذا يطرح في داخل إسرائيل، كيف يمكن أن تكون المواجهة على مستوى محور بأكمله؟ وربما أسألك هنا يعني كيف كان صدى ما قدمه أيضا سيد حسن نصر الله في الحركة الجهاد الإسلامي عندما قال يفترض أن نصل إلى مرحلة أن تكون القدس مقابلة حرب إقليمية؟ بالتأكيد نحن يجب أن نتوجه بالتحية لسماحة السيد حسن نصر الله، ونحن لم نكن بحاجة لتصريح جديد منه حتى نتحدث عن صدقه وموقفه الداعم للشعب الفلسطيني. هو كان صادقا طوال الوقت وكان داعما للفلسطينيين جميعا، ونحن نثق في صدقه وفي صلابة موقفه. وبالتأكيد نحن نتمنى أن تعمم هذه اللغة على الوطن العربي والإسلامي كله. هذه كما أشرنا وأكدنا معركة الأمة كلها. ما حصل في غزة، الشموخ الذي جسدته غزة، الصمود الذي قدمته غزة، هذه الروح الباسلة التي رآها العالم في غزة وفي الشعب الفلسطيني، يجب أن تستنهض كل الطاقات وكل الفئات وكل الشرائح على مستوى الأمة. يجب أن يتحرك العلماء، النخب، السياسيون، المثقفون، الوجهاء على امتداد الوطن العربي والإسلامي. يفترض أن تمثل الحالة الفلسطينية رافعة للأمة كلها حتى تأخذ موقعها الطبيعي والمأمول في هذا الصراع. نحن نؤمن أن الفلسطينيين وحدهم لن يحسموا هذا الصراع، لكنهم يحملون الراية ويقدمون المثل والأنموذج. الأمة كلها يجب أن تتحرك. شكرا جزيلا لك عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي سيد نافذ عزام، ضيفنا من قطاع غزة المحاصر. منصور الشكر لك سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ضيفنا هنا في هذا الاستوديو للميادين في دمشق. وشكر لكم مشاهدينا أينما كنتم. المسائية انتهت. دائما للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء.